مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم واهلا بيكم في لقاء جديد من لقاء منتظر. الحقيقة حبينا الحلقة بتاع النهاردة تكون مختلفة شوية، وان احنا نتكلم معاكم في حاجات كتير قوي شفناها الفترة اللي فاتت، حاجات كتير قوي عشناها وكانت صعبة علينا. سنة 2020 عموما كانت سنة صعبة جدا علينا كلنا، مش بس على المصريين، كانت على مستوى العالم كله. من بداية سنة 2020 بدأنا نشوف حاجات ما شفناهاش قبل كده، حاجات فعلا أول مرة نشوفها، حاجات بقى كتيرة من كوارث ومن أوبئة ومن أمراض ومن حاجات كتيرة جدا كنا بنشوفها. بقينا بنسأل نفسنا، هو إيه اللي بيحصل ده؟ هو هي دي نهاية العالم؟ هو ربنا غضبان علينا؟ طب هو إحنا ليه بنعيش كل ده؟ مرينا بفترة صعبة جدا وهي فترة فيروس كورونا. كنا شايفين ان خلاص الحياة بتنتهي وان دي نهاية العالم وان الحياة مش هترجع تاني طبيعية. مرينا بحوالي 4 شهور كانوا من اصعب 4 شهور في حياتنا كلنا. كان في حاجات كتيرة جدا فيها، ولو قعدنا نفكر فيها ونفتكرها حقيقة هنتعب جدا. بس بعد كل ده كان في برضو حاجة فيها صعبة جدا، وهي موت الشباب الفجأة اللي كتر جامد قوي الفترة اللي فاتت. شفناه بصورة كبيرة جدا، كنا زمان بنشوفه بس ما كانش بالصورة دي. دلوقتي طول ما احنا قاعدين على الفيسبوك بنسمع عن خبر وفاة شباب كتيرة جدا، شباب في سن الظهور، شباب كلهم في سن العشرينات، وبنكون هنتجنن ونسأل نفسنا هم ايه سبب وفاتهم، ايه السبب ان هم يتوفوا في السن الصغير ده. طبعا ده قضاء ربنا وقدره وما ينفعش ان احنا نعترض عليه، وبيكون عمرهم انتهى، ربنا مقدر ليهم كده. ولكن برضو احنا بنكون بنسأل نفسنا كتير وبنكون فعلا قلبنا بيتوجع عليهم. اغلب الناس اللي بقت بتموت دلوقتي هم الشباب، هم الناس اللي في سن الظهور، بيكونوا لسه حتى ما بدأوش ان هم يرسموا حياتهم ولا يخططوا ليها، لسه بيبدأوا يعرفوا يعني ايه حياة، لسه بيتعلموا، لسه بيسعوا، لسه بيبدأوا في الحلم اللي هم حلموا بيه. ولكن للأسف هم بيموتوا في سن صغير جدا. الفترة اللي فاتت شباب كتيرة جدا توفت. كان اول حد توفى الفتره اللي فاتت غريق شاطئ النخيل شادي، وبعديه كان غريق شاطئ بلطيم نور، وبعديه كان نجل المخرج حسام الدين صلاح جاسر حسام. اما هنا بقى احنا هنتوقف عند طالب الثانويه العامه اللي كان مجموعه 99%، وكان علمي وكان ناوي ان هو يكون طبيب، وكان ملقب نفسه بطبيب الغلابه. كان خالد أحمد مبروك. خالد توفى بعد النتيجة بكام يوم، توفى بسبب حادثة. للأسف هو ملحقش يفرح بالنتيجة بتاعته، ملحقش إن هو أهله يفرحوا بيه، ملحقش إن هو يحقق حلمه ويدخل كلية الطب اللي كان بيحلم بيها، ملحقش يعني إن هو يحقق نيته السليمة اللي كانت جواه، وإن هو يكون طبيب غلابة تاني بدل طبيب الغلابة اللي إحنا فقدناه الفترة اللي فاتت. كل دول ربنا يرحمهم ويغفر لهم، حقيقي وجعوا قلوبنا وكنا زعلانين جدا عليهم. ولكن في بقى حد لما توفى فعلا كان في وقفة كبيرة جدا، كنا بنسأل نفسنا هو ليه كل ده، هو ليه كل الناس دي بتدعي له، هو ليه كل ده بيحصل وشايفين السوشيال ميديا كلها اتقلبت واحنا اصلا ما نعرفهوش. ناس كتيرة جدا مكانتش تعرف اليوتيوبر مصطفى حفناوي، ما كانتش متابعاه اصلا ولا تعرف مين ده، لكن لما تعب ودخل المستشفى السوشيال ميديا كلها تقريبا اتقلبت، كل الناس بتدعي ليه، كل الناس عماله تنزل بوستات على الفيسبوك وتدعي ربنا يشفيه، ادعوا له. فعلا الموضوع كان كتير جدا، فبدانا نشوف مين هو مصطفى وبدانا نبحث مين هو مصطفى عشان نعرفه. بعد ما مصطفى دخل المستشفى وبعد الدعاء الكتير قوي والناس اللي كانت بتدعي له والناس اللي كانت بتتمنى له الشفاء واللي كانت متابعة حالته، فضلت الناس كلها تدعي له لحد ما توفى أول أمس. قصة مصطفى باختصار للناس اللي ما تعرفهاش، مصطفى يوتيوبر مشهور حس بتعب في جنبه، راح المستشفى زي أي حد بيحس بتعب فبيروح إن هو يكشف. بعد ما راح المستشفى وهو كان رايح على رجليه، سايق العربية بتاعته ورايح داخل المستشفى على رجليه، دخل المستشفى وللأسف الإهمال الطبي شخصه تشخيص غلط، طلع ان هو عنده حاجة في القولون. وللأسف الشديد بعد كده اكتشفنا ان مصطفى ما كانش مريض بالقولون، مصطفى كان عنده جلطة في المخ لكن محدش اكتشفها. اللي اكتشف الجلطة اللي عند مصطفى هم اصدقائه،
احد اصدقائه صوره وهو في المستشفى وهو نايم تعبان بيموت. لما لقى ان حالته بتتدهور وان مفيش اي حد بيحاول يساعدهم وان مفيش اي حد بيحاول يقول لهم معلومه طبيه صحيحه، صوره وبعته لاحد الاطباء على الموبايل على الواتساب. الدكتور اللي شافها قال له مصطفى عنده جلطه في المخ. فكانوا طبعا ازاي يعني تشخيص ان هو حاجه في القولون فبعيده جدا عن جلطه وفي المخ، طب ازاي؟ ما الدكاتره اللي في المستشفى بيعملوا ايه؟ اصدقائه طلبوا ان هم يعملوا له رنين عشان يعرفوا فعلا مصطفى عنده جلطه ولا لا ويلحقوا يعالجوه لو عنده جلطه. للاسف المستشفى رفضت وقالت ان الرنين مقفوله فنعمل له مقطعيه، يعني الرنين مش موجوده فنعمل اي حاجه، مش مهم، مش مهم حياه البني ادم اللي هتنتهي، مش مهم الروح اللي في ايديهم، مش مهم البني ادم ده لما يموت اللي حواليه هيكونوا عاملين ازاي، مش مهم ام تفقد ابنها وهو عنده 24 سنه، كل ده مش مهم، بس المهم ان الرنين مقفوله. بعد كده مصطفى فضل تعبان جدا. كان في فيديو نزل على السوشيال ميديا مصطفى بنفسه نايم واصدقائه بيصوروه بيقولوا له تقول ايه لجمهورك، جمهورك قلقان عليك طمنه، بيقول لهم ادعوا لي انا حاسس اني واخد حاجه غلط. فهو فعلا كان حاسس بالموضوع اللي هو فيه. بعد كده فضلوا برضو مفيش رقابه ومفيش رعايه طبيه سليمه، فضلوا سايبين مصطفى لحد ما جاله شلل نصفي. وبعد كده قالوا ان هو محتاج معجزه عشان يخف، يعني هو ده اللي هو ربنا قدرهم عليه، هم يعني سابوا كل المراحل اللي هم ما وقفوش معاه فيها وان هم شخصوه غلط وان هم ما وقفوش معاه في علاجه وادوله العلاج الصح اللي كان يناسبه، وقالوا ان علاجه مستحيل او ان هو محتاج معجزه. معانا مداخله من دكتور محمد العزب وهيفيدنا اكتر عن الموضوع ده. مساء الخير يا دكتور. مساء النور مع حضرتك دكتور محمد. اهلا بحضرتك. مبدئيا انا مش دكتور بشري، انا دكتور صيدلي. تمام. بس تسمحي لي بس على المداخله، طبعا انا هدافع عن الاطباء، معلش انا مش صيدلي بس هدافع عن الاطباء في نقطه. اكيد طبعا. عايز اقول لك حاجه، 70% من الناس اللي بتروح بجلطه زي اللي احنا بنتكلم عليها في مصطفى حسناوي للاسف بتموت. ليه بقى؟ اولا هم لما بيعملوا الصبغه او الصبغه الواحده بتاخد 4 ساعات، تمام؟ وما يعملوا الاشعه المقطعيه عشان يعرفوا هي جلطه ولا نزيف، لان في جلطه وفي نزيف، تمام؟ فهم ما يقدروش يدوا اي دواء يعمل سيوله في الجسم، لان ممكن الجلطه اللي في الدماغ دي ممكن تكون نتيجه نزيف، مش جلطه، هي نوعين، هيمورهاجيك واسكيميك. هيمورهاجيك دي نتيجه النزيف، فهم بيبقوا يعني واقفين مش عارفين يعملوا اي حاجه ولا يدوا ادويه تدوي بالجلطه، لان ممكن ما تكونش جلطه نتيجه سكيمك، ممكن تكون نتيجه نزيف، فبيكون عامل الوقت صعب جدا عليهم. ف 70% من الناس اللي بتروح المستشفيات عشان عندهم جلطه للاسف بعد حتى ما يشخصوا بيموتوا، لان ما يجوا يدوا ادويه عشان تدوي بالجلطه بعد ما عرفوا ان هي سببها جلطه مش نزيف، يدوهم ادويه بيحصل لهم نزيف فبيموتوا. فالموضوع مش سهل، والاطباء اكيد عملوا اللي عليهم. بالنسبه ان هم بيقولوا ان هم بعتوا الاشعه المقطعيه بتاعت مصطفى الله يرحمه لعلي اليوتيوبر اللي بيقول هو شخص الحاله. اولا علي بعيد عن الطب خالص، يعني علي بقى يوتيوبر وفتح مطاعم، فمش معقول الاطباء المتخصصين مش هيعرفوا يشخصوا الحاله ان هي جلطه وعلي اللي هيشخصها، فالكلام ما كانش مقنع لما اصحابه طلعوا قالوا كده. فانا الصراحه انا الاطباء عملوا اللي عليهم، وشفت حتى فيديو طبيب قال ان هو ما كانش قادر يعمل له حاجه لان الصبغه الواحده بتاخد وقت عما تطلع ومش قادر يديله اي دواء، فمنجيش على الاطباء، يعني الاطباء فعلا عملوا اللي عليهم، وفعلا حالات الجلطه دي بتبقى صعبه جدا. ده بالنسبه لموضوع الجلطه. حضرتك طبعا ليك حق الرد، واي طبيب بيشوفني دلوقتي ليه حق الرد، ولكن انا صيدلي. تمام. انا بدافع بس على الاطباء لان فعلا انا عارف موقف الجلطه ده لانه حصل كتير حالات قدامي. ده اول حاجه بالنسبه لل تمام. بس هي الصوره اللي اتنقلت ان كان في بعض الاهمال شويه. لا هو بصي، اولا هو رايح بوجع في بطنه زي ما ايه جاب الموضوع لجلطه في المخ؟ يعني ايه جاب التشخيص ده لده؟ بصي اعراض جلطه المخ اللي هو الاعراض اللي احنا درسناها في الكليه سواء في طب او في صيدله او كده، بتبقى اعراضها زي ما انا قلت على الفيسبوك، بنعرف جلطه المخ منين يا جماعه؟ من كلمه فص. كلمه فص بالانجليزي دي بالنسبه لنا بنترجمها للجلطه. يعني ايه فص يا دكتور؟ فص دي 4 حروف، اول حرف منها الفيس اللي هو الوجه بتاعه،
هنلاقي الوجه بتاعه مسقط، يعني الوجه بتاعه نحس ان هو منمل او مسقط جنب فوق وجنب تحت. ده بالنسبه للوجه اول حاجه نحس ان وشه مسقط جزء عالي وجزء واطي. ثاني حاجه الارم، الدراع بتاعه هنطلب من الشخص ان هو يرفع دراعاته الاثنين لفوق، فهيبقى عنده عجز ان هو يرفع الدراعين او على الاقل يرفع دراع واحد والثاني لا، او مش هيقدر يرفعهم للاخر. يبقى ثاني حرف الايه من كلمه فص، ثالث حرف الار اللي هو فص، قصدي ثالث حرف الاسم اللي هو نخليه يقول ازيك، يتكلم يقول اسمه بالكامل. ما عرفش يقول اسمه بالكامل او بدا يتهتم، نبدا نشك في الشخص اللي قدامنا ان هو ممكن يكون جلطه مع اول حاجتين اللي هو الفيس الوجه بتاعه مع الارم. رابع حاجه بقى ما نديهوش حاجه، يعني انا كصيدلي لو حد جالي كده في الصيدليه ما اقدرش اديله اسبوتيد او اسبرين او كليكزان او اي حاجه تضاد الجلطه، لان ممكن تكون نزيف مش جلطه، فاهماني؟ ان هي نفس الاعراض بالظبط. اخر حاجه التي اللي هو التايم، عامل الوقت، عامل الوقت ان انت توديه المستشفى مش تعالجيه عندك في الصيدليه او تعالجيه في البيت، لان بنعمل اشعه مقطعيه عشان نعرف هي نزيف ولا جلطه. عما نعمل برضو الصبغه والحاجات دي بياخد وقت كتير جدا، وكمان هو كان رايح من غير الاعراض دي، كان رايح بوجع في جنبه بس، وجع في بطنه. فهم ما كانوش شاكين بعيدا عن الجلطه، فاحنا قلنا الاعراض بتكون فص، هي دي الاعراض الاكيده للجلطه. بيبقى في اعراض ثانيه بقى بتبقى نادره ما بتحصلش لكل الحالات، اللي هو تنميل في الجزء الكتف الشمال او وجع في البطن. فللاسف مصطفى اعراض الوش والحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي متعارف عليها اللي احنا درسناها في الطب والصيدله ما كانش رايح بيها. فالاطباء يمكن كان ليهم عذرهم، وطبعا كلنا زعلانين على مصطفى. ف للاسف ما حدش قال من صحابه حتى ان هو كان باين عليه اعراض الفص اللي انا قلتها، الوش والدراعات والحاجات دي، حتى هو كان روح البيت ورجع تاني. ولكن مصطفى في احد الفيديوهات ليه على الفيسبوك كان بيقول ان هو حاسس بحاجه غريبه في جسمه. اللي عرفته بقى من تقرير ان مصطفى كان عنده اصلا مشاكل جينيه، عنده رفرفه اذنيه، ده اللي انا عرفته، ان هو الرفرفه الاذنيه دي كانت عامله له جلطه في الامعاء. يعني الجلطه اللي في الامعاء دي كانت هي سبب وجع البطن، ما كانش عنده جلطه في المخ بس. فجلطه في الامعاء نتيجه رفرفه الاذنيه اللي عنده سببت برضه جلطه في المخ. ده كان سبب وجع البطن الشديد اللي بدا، يعني هي الجلطه اللي في الامعاء اللي ابتدت الاول وسمعت بعد كده جلطه في المخ. هو ده اللي حصل بالظبط. غير ان الدكتور اللي كان في المستشفى لما اتصور في الفيديو قال ان مصطفى كان بياخد مكملات وكان اصلا عنده مشاكل في تجلط الدم، فهي دي اللي سبب جلطه عنيفه مع مصطفى، لان طبعا ما مش في حد في السن ده سنه صغير يحصل له جلطه عنيفه كده. طب علشان كده بقى احنا عايزين نعرف ازاي نحمي نفسنا من جلطه المخ. اولا الاشخاص اللي بيبقى عندهم امراض مناعيه او امراض تجلط الدم يبقوا متابعين مع الطبيب طبعا، ويبعدوا بقى عن الادويه اللي بتسبب اصلا تجلطات في الدم بالنسبه ليهم. بالنسبه لنا هو الزعل، واسباب كثيره جدا ممكن تسبب جلطه المخ دي. الزعل، حاجات كثيره جدا، عدم نشاط الدوره الدمويه في الجسم، اسباب كثيره، يعني ملهاش سبب معين جلطه المخ او اي جلطه في الجسم عموما. شويه زعل ممكن حد يخش ينام ما يصحاش. بالظبط. فبجد موضوع جلطه المخ دي للاسف 70% من الحالات اللي بتروح المستشفى بعد ما تشخص بتموت، لان يا اما بيدوهم ادويه تداوي الجلطه تعمل لهم نزيف، يا اما بيكون الوقت اتاخر. فالاطباء لهم عذرهم، وطبعا ربنا يرحم مصطفى ويرحم الجميع. ربنا يرحمه يا رب. شكرا ليك يا دكتور محمد، بشكرك. خلينا نرجع لقصه مصطفى تاني. احنا اخر حاجه وقفنا عندها ان كان مصطفى اصيب بشلل نصفي، بعد كده اول امس سمعنا خبر وفاته ان مصطفى توفى. الغريب في الموضوع ده ان مصطفى يعني فعلا كان ناس كتير مش عارفاه، ولكن شفنا كميه ناس بتدعي له وكميه ناس زعلانه عليه وكميه ناس قلبها وجعها عليه غير طبيعيه. بقينا بنسال هو في ايه بينه وبين ربنا يخلي كل الناس دي تدعي له؟ تقريبا فعلا مواقع التواصل الاجتماعي كلها كانت منزله ان هي بتدعي لمصطفى. كمان كنا بنشوف ان في برامج كتيره جدا قاعده بتدعي له على الهوا. فالحقيقه دي كانت حاجه يعني خلتنا فعلا نقول هو كان بيعمل ايه، يعني ايه سبب حب الناس دي كلها ليه؟ فربنا يرحمه يا رب. معانا فيديو هنشوفه بعد كده نرجع نتكلم عنه. الفيديو ده كان منتشر بطريقه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي الفتره اللي فاتت، اللي هو امبارح واول امبارح شفناه بصوره كبيره جدا. والفنان احمد فلوكس للاسف هو قال كل الحاجات اللي احنا عايزين نقولها.
كنت فين لما كان تعبان ومش لاقي مستشفى تقبله، وكنت فين لما تشخص غلط. الحقيقة ان هو فعلا قال كل حاجة. طبعا بنشكر الفنان الجميل تامر حسني على الموقف الجميل اللي هو عمله مع مصطفى واهله في تعبه، ودي حاجة مش جديدة عليه. خلينا برضو متفقين ان موضوع مصطفى شفنا فيه حتة ايه، ان الموضوع فيه حسد شوية. مصطفى الفترة اللي فاتت لما شفنا البوستات اللي على الفيسبوك كان متعرض لحسد شديد جدا، لأن هو شاب صغير في السن ومحقق نجاح كبير، فكان شباب كتير وبنات كتير في سنه بصله اللي هو ازاي حقق كل ده واحنا مش قادرين نعمل ده، فكان بيتكتب له تعليقات سخيفة جدا، انت ازاي عملت كل ده، انت عندك حاجات مش عند حد، انت كمان انت عايز ايه تاني من الدنيا، حاجات كتيرة جدا شفناها على الفيسبوك الفترة اللي فاتت. وللأسف فعلا ان الحسد مميت، الحسد ده من أصعب الحاجات اللي في الدنيا. الحسد اتذكر في القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحسد يدخل الرجل القبر. الحسد حاجة لما بتكون في جسم الإنسان كفيلة ان هي تدمره لدرجة ان هي تموته، وده اللي احنا شفناه مع مصطفى. مصطفى لما كان تعبانه في المستشفى على كلام أحد أصدقائه ان هم جابوا له شيخ علشان يرقيه، وبعد الشيخ ده ما قعد يرقيه ويقول قرآن كريم ويعمل، راح بعد كده بيقول انه كان طلع من الغرفة عند مصطفى بيعيط من كتر الحسد اللي في جسم مصطفى، وبيقول انه هو مش مستحمل الحاجات اللي شافها في جسم مصطفى. فده يعني حاجة تخلينا نؤمن فعلا ان الحسد ممكن يدخل الرجل القبر، وان الحسد ده شيء وحش جدا. بس هنا بقى يعني نفسي أسأل سؤال لكل الناس اللي بتحسد حد على حاجة، انت مش عارف هو تعب قد ايه علشان يوصل ليها، مش عارف هو قد ايه عافر وقد ايه اتنازل عن حاجات وقد ايه ربنا خد منه حاجات علشان يوصل للحاجة دي. ما تحكموش على الناس من مجرد صور بتنزلها او من مجرد ضحكة بتضحكها، انتوا مش عارفين ايه اللي ورا الضحكة دي. ما تحكموش على الناس من مجرد حاجة هم نزلوها او حاجة قالوها او حاجة انتوا شايفينها كظاهر. كلنا عارفين ان اي حد في الظاهر بتاعه بيكون غير الباطن، وبيكون الظاهر بتاعه مهما كان كويس ومهما كان مبسوط اكيد بيبقى جواه حاجات كتيرة جدا صعبة. فليه بنحكم على بعض بحاجات احنا عارفين ان احنا الشخص اللي بنحكم عليه ده هو حياته مش وردي، مش هو عامل كل حاجة؟ اكيد 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 احنا كلنا عارفين ان ربنا بيعدل ما بيننا، وربنا مدينا كلنا قد بعض، ولكن مدي لكل واحد حاجة في حاجة معينة، بس كلنا قد بعض، كل واحد قصاد الحاجة اللي هو فيها فهو محروم من حاجة تانية. فياريت ان احنا نحاول ما نبصش لبعض، ما نحسدش بعض. في ناس بتكون بتحسد من غير ما تقصد، بتكون مش قصدها ان هي تحسد، بس فعلا بنظرة او بحاجة من جواها ممكن تحسد اللي قدامها. فنخلي دايما ان احنا نقول ما شاء الله على اي حاجة نشوفها، مش هنخسر حاجة، بالعكس احنا ربنا هيسخر لنا الناس اللي تقول ما شاء الله على الحاجات بتاعتنا عشان ما نتحسدش. الحسد ده يا جماعة فعلا بيدمر الانسان. ممكن حد يكون بيعمل حاجة يبطل يعملها لمجرد ان هو اتحسد حسد شديد او ان هو مش قادر يكمل فيها. معانا دكتور اسلام عبادي مستشار الصحة النفسية، وهيكلمنا عن الحسد من الجانب النفسي. مساء الخير يا دكتور. السلام عليكم. ازيك يا استاذة جهاد؟ عليكم السلام، اهلا بحضرتك. عاملة ايه؟ الحمد لله يا دكتور. طبعا احنا دلوقتي بنتكلم عن موضوع الحسد، وحضرتك شفت قد ايه هو كان مؤثر الفترة اللي فاتت، وان حاجات كتيرة جدا احداثت ربطت بيه. عايز اعرف من حضرتك الحسد من الجانب النفسي. اولا يعني بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا عاوزين نعرف اولا ايه هو مفهوم الحسد. تمام، تفضل. يعني ايه تعريفه؟ تعريف الحسد هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليه. يعني هو شعور عاطفي داخلي بتمني زوال نعمة أو إنجاز أو ملك أو ميزة كويسة واحد شايفها بشخص تاني، وإن اللي بيحسد ده يعني يحصل على الميزة ده. وفي ناس بتحسد وتكتفي بس بالرغبة من بزوال النعمة دي من الآخرين. هل ده بقى مصنف في علم النفس؟ اه طبعا مصنف في علم النفس. مصنف بايه بقى؟ هقول لحضرتك حالا دلوقتي. احنا عندنا حاجه اسمها قوائم الانفعالات العاطفيه في علم النفس. قائمه طويله الانفعالات الداخليه النفسيه
العاطفيه داخل كل انسان. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني احنا عندنا مثلا حاجه اسمها الغضب وعكس الهدوء، الغرام اللي هو الحب وعكسه الكراهيه، الخوف وعكسه الشجاعه، الخجل وعكس والعكس بتاعه الجراءه، العطف وعكسه القسوه. كل ده مصنفات من الدوافع العاطفيه الداخليه داخل نفسيه البشر، ومنها الشفقه والسخط والحسد. يعني الحسد ذات نفسه مصنف من العواطف السلبيه الداخليه لبعض الايه البشر. معايا يا استاذ جهاد؟ مع حضرتك. فهنا هو لما علماء النفس بيقولوا ان الحسد عباره عن شعور عاطفي داخلي الانسان بيتمنى فيه زوال اي نعمه او انجاز او ملك او ميزه لشخص اخر، فعليا الموضوع ده هو بيأثر على الآخر. وده اللي أثبته الكهان وأثبته الدين وأثبتته الديانات كلها، إن الشعور الداخلي ده هو داخل الإنسان نفسيا بيأثر على اللي حواليه. ليه؟ لأنه هو أصلا أول واحد بيتأثر بيه. الحاسد هو أول واحد بيتأثر بيه وبيفسد نفسه وبيفسد مشاعره وبيفسد شخصيته، لأن الحسد ده قائم على الأنانية والنرجسية وحب الذات وحب الشخصنة. فده بيخلي ان الشخصية دي شخصية سلبية، فبالتالي بتبعث كل السلبيات في اللي حواليها. طيب هو ممكن يا دكتور حد يتمنى ان هو يكون في نفس النعمة دي ولكن من غير ما تزول من الشخص اللي قدامه؟ اه طبعا، دي حاجة تانية. تمام. يعني مسألة في حاجة اسمها مسألة الغبطة. الغبطة دي ان انا بتمنى النعمة بدون ان انا اتمنى زوالها من الشخص الاخر وبتمنى له الخير. ده عكسها بقى، ما احنا قلنا ان احنا عندنا الشعور في حاجات والنقيض بتاعها عندنا الحب وعكس الكراهيه. عكس الحسد الغبطه، ان الواحد يتمنى الخير اللي في الانسان ده، بس يتمنى له الخير ويتمنى له ان ربنا يبارك له. وعايزين نفرق ما بين الحسد اللي هو بالقلب من الداخل وما بين العين، عشان في فرق بين الحسد والعين. تمام. طب يا دكتور ازاي يكون عندنا تحصين نفسي ان احنا نتحصن من الحسد؟ تحصين نفسي، اولا احنا عايزين نعرف ان التحصين النفسي مش هيتاتى ابدا الا بحاجتين مهمين. اول حاجه، حاجه اسمها السلام الداخلي. اكون تمام. متصالح مع ذاتي. تمام. اكون متصالح مع وضعي. اكون متصالح مع نفسي. تمام. اكون راضي باللي ربنا مديهوني، راضي باللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه لي، راضي بشكلي، راضي بشغلي، راضي باللي ربنا اداهولي من مأكل وملبس ومسكن وعلم وتعليم. يبقى الواحد عنده تصالح داخلي مع شخصيته وذاته واللي هو بيمتلكه. دي أول حاجة. تمام. اللي ما عندهوش تصالح داخلي مع نفسه بيبص لكل حاجة حواليه، وده يعني بيدمر حياته وبيدمر حياة اللي حواليه. دي أول حاجة. تمام. حاجة تانية، لازم يكون عندي إيمان بالله عز وجل، عشان لو ما عنديش ايمان بالله عز وجل الشيطان هو اللي هيقدر يسيطر عليا وهيخليني فريسه سهله جدا جدا يعني لنشر السلبيات ونشر المشاعر السلبيه اللي ممكن تدمر حياه اي حد. واول حياه بتتدمر هي حياه الانسان اللي ما بيؤمنش بربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الكلام ده في احاديث كثيره، ووضح لنا وقال لنا ان يعني اول من يؤذى من الحسد والحاسد ذات نفسه. يعني اول واحد بيتاذي وبيقع في الحسد هو اللي بيأذي نفسه ذات نفسه بذاته. لا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد الايمان والحسد. وفي حديث اخر: اياكم والحسد، فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. في ناس بتكون مش عارفه مدى العقوبه بتاعته او مدى ان هو ذنب كبير. لا، ربنا سبحانه وتعالى انهى في القران كده وذكر ان هو شر. قال الله تعالى: ومن شر حاسد اذا حسد. اذا حسد، يعني من شر حاسد ده، يعني ربنا قال ان ده شر وما بيطلعهوش الا اذا حسد. ليه؟ لان ممكن الحاسد ما بيحسدش مثلا نفسه، او ما بيحسدش ماله، ما بيحسدش نعمه، بيحسد الاخر. لذلك قال الله تعالى: اذا حسد، يعني اذا طلع هذا الشر ووجهه لواحد تاني ما يستحقش الشر ده هو.
عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اللي احنا نستعيذ من شر الحاسدين ومن شر الحسد، لان الشر ده الحسد ده شر موجه لشخص ما، ان الانسان بيتمنى زوال النعمه دي ففعلا ممكن تزول. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان احنا لازم نستعيذ بالله من هذا الشر، وان احنا ما نكونش حاسدين، وان احنا بعينينا ديت لو شفنا حاجه كويسه نقول ايه بسم الله ما شاء الله. قال الله تعالى ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ايه لا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله. ربنا يا رب يكفينا شر كل حاسد يا دكتور، وبشكر حضرتك على المداخلة، دايما كده حضرتك بتفيدنا بمعلوماتك القيمة، شكرا لحضرتك. وبكده وصلنا لنهاية فقرتنا الأولى. ربنا يا رب يرحم كل متوفي ويرحم كل شاب ويصبر كل الأهالي اللي فقدوا أبنائهم. أشوفكم على خير بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا فقرة تانية، ومعايا ضيفتي اللي مشرفاني رشا حافظ استشاري أسري تربوي. أهلا بيك يا رشا. أهلا بيك يا جاي، منوراني. نورك حاج. في البداية كده عايزين نتكلم عن فيروس كورونا، وعايزين نوجه للسادة المشاهدين رسالة، لأن الفترة اللي فاتت بدأنا أن الدنيا تفتح شوية وبدأنا أن احنا نرجع لحياتنا الطبيعية تدريجيا، ولكن الفترة اللي فاتت دي بدأت تتزايد الأعداد للأسف الشديد، وبدأت كمان زيادة معدلات الوفيات، فده انذار لينا ان احنا لازم نخلي بالنا كويس جدا، نرجع نلتزم بالاجراءات الوقائيه، لان احنا الفتره اللي فاتت بدانا ان احنا نتساهل شويه في الموضوع، لكن احنا لازم نرجع لده تاني، لان كمان جه تحذير من منظمه الصحه العالميه بيقول ان احنا داخلين على المرحله الثانيه من الفيروس، ودي هتكون اشد من الاولى. طبعا احنا ما نتمناش ان ده يحصل، وربنا يا رب يسترها وما نعديش بالازمه دي تاني، ولكن لازم نخلي بالنا وناخد حذرنا علشان ما نوصلش للمرحله اللي احنا كنا فيها. ايه رايك يا رشا؟ فعلا احنا كنا الاول واخدين حذرنا وخوفنا فتره طويله جدا من الوقت، حوالي 4 شهور من بدايه ظهور الموجه الاولانيه، واحنا فعلا بدانا ان هو ناخد كلنا احتياطاتنا باطفالنا بابائنا بامهاتنا، وخدنا فعلا احتياطات. اول ما الموجه هديت الاعداد بدات تقل، الاصابات الدنيا بدات تفتح في الحظ، بدانا شويه اهمال من المواطنين ان احنا قلعنا الكمامات، ما بقيناش بنلاحظ ان في كمامات في الشارع، لاحظنا ان الاطفال برضو خدت مجالها جدا. في كلمه بقينا نسمعها كتير قوي في الشارع المصري، كورونا مشيت. كورونا مشيت، كانوا عاملين حفله اللي هو خلاص احنا خلصنا بعد العيد بالظبط، فالفكره دي ان بعد العيد خلاص كل حاجه تمام. الفكره فعلا اتوصلت للناس ان احنا ايه ده احنا خلاص الدنيا، لكن لا هي طبعا مش كده، الوباء موجود، الفيروس موجود، احنا نفسيتنا هي اللي عايزه كده، يعني نفسيتنا احنا باطفالنا بابائنا عايزه ان احنا تنتهي. بالظبط، لان احنا مرينا بازمه صعبه فتره فعلا الحظر اول دي مره كبيرة. تيجي على الجيل بتاعنا كله بالزبط. الجيل الثلاثينات الاربعينات جيل اطفالنا كله بقى خلاص اول مره، فاحنا اللي عايزينها تنتهي، لكن هي ما انتهتش طبعا، يعني الفكره ان هي ما انتهتش. طيب الحل ايه؟ لازم ناخد الاجراءات بتاعتنا تاني، لازم نفضل زي ما احنا، حتى لو احنا نزلنا شويه اولادنا عاوزين يعني زي ما نقول نستمتع شويه بالباقي في اجازه الصيف، نعمل كده وكل حاجه، ولكن مع شويه احتياطات، الكمامات معانا، الجلافزات معانا، الكلور والتنظيف والاحتياطات بتاعتنا في الكحول معانا، كل ده لسه معانا، وممكن يعني شويه نشاطات خفيفه. يعني انت كأم هتقدري ان انت تخرجي اولادك الفتره الجايه، ولا هتكوني برضو خايفه زي الفتره اللي فاتت؟ والله هو غصب عننا، احنا اتحبسنا فتره طويله من قبل رمضان، وفتره رمضان عدت علينا والعيد وعيد تاني، فغصب عننا احنا خرجنا فعلا، ولكن واحنا خارجين معانا الجلافز بتاعنا، بقول لاولادي لا لازم تلبسوا الكمامات، حتى لو رايحين مكان عام برضو يبقى فيه تباعد، وفعلا هي الاماكن العامه واخده احتياطاتها فعلا بالزبط. يعني الحكومه فعلا مش سايبه مكان عام لا من غير ما يكون في احتياطات، حتى الاماكن الاوبن اير الاماكن بتاعت العاب الاطفال لا فيها احتياطات، وما بيدخلوش فعلا غير 25% من بالظبط. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الاجراءات الوقائيه من دكتور شريف حته. اهلا بحضرتك يا دكتور. الو الو، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، انا سامعك. عايزين نعرف من حضرتك، بما ان احنا بدأنا نسمع اخبار كده مش مطمئنة للفترة المقبلة في فيروس كورونا، وبدأ يكون في تزايد في اعداد المصابين والوفيات، ازاي ناخد اجراءاتنا الفترة الجاية؟ هو طبعا الاجراءات الاحترازية اللي بناخدها لفيروس كورونا هي واحدة في كل الاوقات، لكن مشكلة المين اللي فاتوا ان الناس لاحظت ان في انخفاض في عدد الحالات، وده امر طبيعي لتطور الفيروس نفسه،
كان وارد انه يحصل انخفاض في الحالات. اي فيروس بيحصل اي وباء بيحصل بيبدا بزياد في عدد الحالات شديد جدا، وبعدين مرحله من الثبات، وبعدين مرحله من انخفاض في عدد الحالات. فده امر طبيعي. بس يعني هو بيكون ليه مراحل. بالظبط ليه مراحل. واحنا ليه احنا كنا دايما بنقول ايه، مستنيين نوصل لذروه الحالات. اعتقد ان حاله الذروه دي وصلنا لها في الفتره اللي بعد العيد الصغير لو حضرتك فاكره، كان في زياده في عدد الحالات بشكل كبير جدا. بالزبط. وكان في زحمه في المستشفيات وفي العيادات وفي الرعايه المركزه. بالظبط لدرجه ان كان ما فيش اماكن في المستشفيات بتاعه العزل. بالظبط. دي المرحله اللي كان فيها ازدياد شديد في عدد الحالات، وبالتالي بيعقبها مرحله انخفاض في الحالات. ولو هتتكلمي على سواء كانت الاعداد المسجله من قبل الوزاره او من الحاله العامه اللي حضرتك كنت بتشوفيها على السوشيال ميديا، كانت قلت قوي، ما كانش في ناس بتقول ده جاري جاله ده زميلي جاله، كانت الدنيا اخف شويه الفتره بالزبط. اللي فاتت. طب ازاي بقى ناخد الاجراءات للفتره الجايه؟ الفتره الجايه ان احنا برضو ما زلنا على الالتزام بلبس الكمامه في الاماكن العامه والاماكن المزدحمه والاماكن اللي فيها اختلاط ما بين الناس وبعضها في مسافه اقل من متر، يبقى بنلتزم بلبس الكمامه. ما نسلمش برضو بالايد، لان لاحظت الفتره اللي فاتت بدات الناس تسلم بالايد. بالزبط. لا بدات الناس تتعايش عادي بقى مع الموضوع. خلاص الناس كانت زهقت. وبعدين قال لك خلاص، وبعدين في بعض الناس كانت معتقده ان الموضوع، اعتقدت ان الموضوع انتهى خلاص، مش واخد باله ان الموضوع ما انتهاش. مش يعني احنا يا دكتور لسه دلوقتي في مرحله الخطر، ما عدناش منها. طبعا بالعكس بقى، ده بالعكس، ده الخطر زاد. ليه الخطر زاد؟ مش عشان الفيروس نفسه، الخطر زاد من ان الناس امنت قوي، وبالتالي ده ممكن يزود من عدد الحالات، وبالتالي الحالات اللي زادت دي ممكن تصيب اهلها في الناس كبار السن والامراض المزمنه في المنزل، فبالتالي ممكن تخش في مرحله اخطر. يبقى انت كنت السبب مش الفيروس نفسه كمان، انت عدم التزام الشعب بالاجراءات الوقائيه هو اللي ممكن يساعد على ازدياد الحالات. فزي ما قلنا لبس الكمامه، عدم نلتزم برضو بعدم السلام بالايد، نلتزم بحفظ التباعد الاجتماعي ما بين الافراد اللي موجودين في نفس المكان، سواء كان في العمل، في الصلاه. بتاخدي بالك برضو انت رجعت الصلاه، فلازم تلتزم في المساجد بالاجراءات الوقائيه. بالظبط. التجمعات اللي بتتعمل سواء كانت انتخابات او اي حاجه تخص الدوله لازم ناخد بالنا. المؤسسات اللي فيها ازدحام، المرور، كل ده لازم نحطه في اعتبارنا، نتعامل كان الوباء لسه موجود بصورته الاولانيه. بالظبط. بشكر حضرتك جدا يا دكتور شريف، شكرا لحضرتك. يا ريت يا جماعه فعلا ان احنا نلتزم، وان احنا نرجع تاني نلتزم بالاجراءات، لان احنا داخلين على مرحله اخطر من اللي كانت الاول. فيا ريت نلتزم علشان ما نوصلش لمرحله صعبه تاني، ونكون شايفين اقرب الناس لينا وهم تعبانين واحنا مش عارفين نعمل لهم حاجه. يا ريت نلتزم قبل فوات الاوان. خلينا بقى يا رشا نروح لموضوع مهم جدا شفناه الفتره اللي فاتت، وهي نتيجه الثانويه العامه. الازمه الشبح ثانوي العام. بالظبط. اللي هو لما بنسمع ان بيت فيه ثانويه عامه تحسي اللي هو رعب. فيه حاجه رعب كده، الرعب عند كل الناس اللي عندهم ثانويه عامه، لسه داخلين الثانويه العامه من اول ثالثه اعدادي، اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، خلاص الطفل بيبدا هو ومامته وباباه كل الاسره، بدانا الرعب بقى خلاص. بالظبط. خلينا في البدايه كده نقول رساله لكل طالب ثانويه عامه ما قدرش انه يحقق المجموع اللي كان حاطه قدامه او جاب مجموع قليل، نقول له ايه؟ نقول له ان ده مش اخر المطاف، يعني الاجتهاد في كل مرحله. احنا في مرحله اعدادي، مرحله ابتدائي، ثانوي، اجتهدت هتطلع بنتيجه. مرحله الشغل، الجامعه، برضو اجتهد. الاجتهاد هو السر بتاع النجاح. يعني انا دلوقتي داخل ثانويه عامه هجتهد فيها زيها زي الاعدادي بالظبط، زيها زي الابتدائي. فسر النجاح الاجتهاد، ان انا اعمل اللي عليا، اعمل اللي عليا، اجتهد بس قدام ربنا اكون عملت كل اللي عليا. بالظبط كده. انا لازم اشتغل شغلي وانا صغير زي شغلي وانا كبير بالظبط، بعمل اللي عليا وبشتغل. مش انا عندي هدف عايزه احققه، عندي طموح عايزه انجزه، عندي امنيه لمامتي وبابايا عايزه احققها، يبقى لازم اشتغل. اشتغلت وعملت اللي عليا، يبقى كله بعد كده على ربنا. احط في دماغي بقى كده ان انا حاطط كل حاجه بعملها بشتغلها، بس الباقي على ربنا. طيب انا ما حققتش، ما انجزتش، مش هقول هلوم نفسي بقى واقعد اقول لا ده اخر المطاف، لا لسه في اجتهاد تاني، لسه في شغل جاي لك تاني، لسه في الجامعه. حتى لو دخلت حاجه مش بتحبها اجتهد فيها، وبعد كده ربنا كاتب لك حاجات، يعني ممكن نقول فرايتي، يعني حاجات ممكن تختارها وانت في الجامعه. برضو هتختار كورسات خش فيها اللي انت بتحبها، وما تعرفش الخير فين. يعني ربنا كتب لنا حاجه بعد الاجتهاد ما نعرفش الخير فين. معانا مداخله من مستشار اللغه الانجليزيه
ومدرس ثانوية عامة مشهور جدا وكانت بنته في ثانوية عامة وحصلت على مجموع كبير. فمعنا مستر إمام راشد. مساء الخير يا مستر. مساء النور يا فندم. أنا أهلا بحضرتك. سعيد دايما بمشاركة برنامج حضرتك. ربنا يخلي حضرتك. في البداية كده يعني احنا وأسرة البرنامج كلها بنبارك لحضرتك على نجاح بنت حضرتك. ألف مبروك. والمجموع الكبير اللي هي جابته. الله يبارك فيك يا فندم. الله يخليك. احكي لنا بقى حضرتك يعني كان ايه شعورك لما سمعت النتيجه بتاعتها؟ والله انا يعني كان سبق واتكلمت مع حضرتك في البرنامج قبل كده قبل الامتحانات. حضرتك عامله برضو لما كنا عاملين توعيه للطلبه. بالظبط توعيه زي الولاد يستعدوا. والله انا يعني كان شغلي بصفتي يعني خبرتي في التعامل مع بنتي زي التعامل مع كل اولادي في الطلبه كل سنه. واحنا قلنا ان اساس النجاح في الثانويه العامه هو الهدف. لو احنا عندنا هدف وحطينا له بلان نشتغل عليها بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ربنا بيكرم بيكرم وبنحقق الهدف. لان هو ربنا اللي قال لنا كده في القران الكريم. بالظبط. هو ربنا اللي حلف على نفسه وقال ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. شكرا جدا لحضرتك يا مستر امام. احنا اسفين عشان بس معانا الوقت ضيق جدا. بنشكرك وبنبارك لك مره ثانيه. نرجع لكلامك يا رشا. كنا بنقول اكمل على كلام استاذ امام. فعلا هو الهدف اكبر حاجه ممكن تكون شخصيه الطفل وخصوصا الاب والام هم اللي بيزرعوه. يعني انا لما اكون وليه امر او استاذه مسؤوله في مدرسه وقدامي اطفال او جيل بطلعه بزرع فيهم كلمه هدف. انت لازم انت عايز تبقى ايه. كل طفل ربنا خلقه جواه هويه جواه حاجه هو بيحبها امشي وراها مش لازم اخصبه انا كولية امر او مدرس اخصبه. لا اقول لك لازم تخش طب لازم تخش هندسه لازم. لا بالعكس في اصلا ناس بتكون مش في طب ولا في هندسه بالزبط. ممكن كليه تجاره تحقق اي حاجه لكن بيكونوا اصحاب شركات بعد كده. بالظبط. سر النجاح هو ان انا اعمل او اشتغل الهوايه. بالظبط. الهوايه بتاعتي. يعني مثلا لو كليه اداب او كليه تجاره دي كانت من كليات القمه كان الشعب كله هيتمنى انه يدخلها. بالظبط. لان احنا بنمشي ورا المظاهر شويه. بالظبط. وبعدين مقوله كليه قمه برضو من غير قطع كلامك انا ما بحبهاش. ليه؟ كله قمه في مجاله. يعني انا لو في كليه تجاره وناجح وطالع من الاوائل وبعمل شغل وبزنس عالي جدا بالزبط. طب ما انا كده ناجح. النجاح الحقيقي ان انا اثبت قمة. نفسي في المكان اللي انا فيه. بالظبط. في مكاني. فلازم كل اب وام يسعوا في كده. انت هوايتك ايه كطفل؟ الام هي اللي بتبقى الحساس بتاع الطفل بتاعها. انا شايف ابني موهوب في كذا خلاص همشي ورا الموهبه مش همشي ورا القمه ومش القمه والكلام ده كله. لا 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 امشي ورا الموهبه بتاعته. الهواية بتاعته الغية بتاعته شكلها عاملة ازاي. هنا بيبدأ النجاح او بيبدأ الطفل بيعمل حاجة اللي بيحبها. خلاص كده هنجح كده هحقق هدفي وهيبقى معايا متجاوب في البيت او في المدرسة معايا متجاوب. فهي دي النصيحة اللي ممكن اقولها لكل اب وام وكل مدرس مسؤول عن جيل. بنشكرك يا رشا على النصيحة الجميلة دي جدا ليكي. وبنشكرك على البرنامج الجميل وفعلا حاجة جميلة جدا وبرنامج هادف الواحد بيحب فعلا ان هو يشوفه ويتابعه ويبقى حتى ضيف. احنا سعداء بوجودك معانا. للاسف الوقت انتهى بسرعه. شكرا. بس ان شاء الله تكوني معانا تاني وتفيدينا اكتر بكلامك الجميل. ميرسي ليكم ميرسي للمشاهدين. شكرا. بشكرك. قبل ما نختم حلقتنا حابين انا واسره البرنامج نهني روضه بعيد ميلادها النهارده. هي من فريق العمل بتاعنا. بنقول لها كل سنه وهي طيبه وان شاء الله تكون سنه سعيده عليها وتحقق فيها كل اللي بتتمناه. وبكده انتهت حلقه النهارده. اشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج لقاء منتظر كل يوم اربع الساعه 11 مساء.